وكأنه مشهد درامي كتب بإتقان ومهارة وإبداع. عاد أحمد رفعت من الموت وذهب إليه مرة أخرى دون رجعة ليودعنا ونودعه، ليلمس حب الناس ولو لأيام قليلة. ترك لنا ذكرى طيبة وآلام لا تنتهي، لأن قضية الموت ليست على الإطلاق قضية الميت، إنها قضية الباقين. وسيبقى الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة، لا نملك إلا الدعاء لمن فقدناهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة إن شاء الله. سلام عليك يا صديق. ربنا يرحمك يا أحمد يا رفعت يا ابن الأصول يا جدع يا طيب. مشهد الدرامي اللي حصل إنه قلبه يتوقف في الملعب، يدخل المستشفى وهو تقريبا ميت، يرجع للحياة تاني. نسعد ونفرح إنه عاد مرة أخرى للحياة، ثم سبحان الله وحكمة الله أن يسقط ميتا في لحظة مفاجئة للجميع، وكأن القدر رأف بأحمد رفعت، فعل بأحمد رفعت اللي احنا كلنا بنتمناه دايما. ادينا يا رب فرصة واحدة بس، فرصة واحدة بس قبل من قبلك، نحن نكفر عن سيئاتنا، نحن نتعلم دروس الحياة. اداله ربنا الفرصة في 4 شهور، اداله ربنا الفرصة علشان ربنا أكيد عارف حسن النوايا وطيبة القلب اللي فيها أحمد رفعت. كنت محظوظ زي ناس كتير كانت محظوظة إنها تعرف أحمد رفعت عن قرب، شخص طيب وجدع وبار بأهله، شخص هادي جدا، لا بتاع أزمات لا بتاع مشاكل، لا بتاع أهلي ولا زمالك ولا جمهور ولا قصف جبهات ولا قصص ولا حكايات ولا تمرد ولا أي شيء. جه في الدنيا هادي ورحل في هدوء. عارف أنت الحكاية بتاعت أنه هو أنا يا ترى الناس بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ هو أنا لو مت النهاردة دلوقتي حالا الناس هتزعل عليا ولا لأ؟ طب لو ده حصل هو أنا هشوفه إزاي ما أنا خلاص بقيت ميت؟ أحمد رفعت اللي ربنا بيحبه خلاه يشوف حب الناس، خلاه يشوف قد إيه الناس كانت قريبة وزعلانة عليه، قد إيه الناس بتحبه. كل أملي وأملك وأملنا جميعا إن شاء الله ربنا يكتب له الجنة. وزي ما قلت في المقدمة، دايما اللي بيروح عند ربنا ده ارتاح وانبسط وفرح وسعد وهيعيش حياة أفضل بكتير. دايما الزعل والتعب لينا احنا للباقيين، احنا اللي نزعل على اللي بيرحلوا وعلى اللي بيموتوا. ربنا يا رب يصبر أهلك. احنا النهاردة أنا وانت وغيرنا هنزعل يوم 2 3 10 شهر، ربنا يصبر أهله في عز شبابه. في عز شبابه سقط شاب رياضي شاطر ماهر عنده كل حاجة. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ربنا يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك ويصبرنا معاهم. خبر كان صادم لينا جميعا، وإن شاء الله بإذن الله أملنا الوحيد عزانا الوحيد إن شاء الله إنك تكون موجود في الجنة
نفرح لوجودك في الجنة، نسعد لوجودك في الجنة، يا بختك بالجنة ويا بختنا بأيام حلوة عشناها معاك. لاعب محترم مهذب مهاري، ربنا يا ابني يخلينا نقابلك في يوم من الأيام إن شاء الله بإذن الله، نتقابل جميعا في الجنة. النهاردة الناس كلها في الجنازة، ناس كلها زعلانة، ناس كلها محروقة، ناس كلها تعبانة، ناس كلها صعبانة عليها أحمد رفعت، بس والله ابتسامة خفيفة افرحوا له. اللي حصل لأحمد رفعت ده كله عبر، كله عبر. لو أحسن سيناريست في العالم ما هيكتب سيناريو زي ده، بس ده ربنا، ربنا اللي رسم له الصورة دي، أحلى صورة في الدنيا. تسقط، تقف مرة أخرى، تشوف حب الناس فرصة عظيمة ليك إنك تشيل أي ذنوب من عليك أو تكفر عن أي ذنوب حتى لو لأيام وشهور قليلة. بعد كده ربنا يختارك تبقى جنبه إن شاء الله في الجنة. أحياناً مش في كلام يستطيع أن يعبر عن حجم المصيبة، بس أدينا بنمني النفس إن إحنا في يوم من الأيام نبقى جنبك إن شاء الله. هنكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة، وهنعيش حياة طبيعية ناخد فيها كل العبر الممكنة، وما فيش حاجة دايما، ومهما كنت معاك جاه ومال وصحة، مهما ما كان معاك أي حاجة، الموت ما بيختارش في أي لحظة. فإحنا اللي نقدر نقوله دلوقتي عامة يعني إنه ما فيش حاجة مستاهلة، والدنيا أسهل وأدفى من إن إحنا نخش فيها في أي صراعات من أي نوع. افتكر دايما إنك في لحظة تقع على الأرض، ويا ترى هنفتكرك بالخير ولا مش هنفتكرك. أحمد رفعت أكيد دايما هنفتكرك بالخير ودايما هندايلك إن شاء الله. علاج طيب. النهارده في الدوري الممتاز الجوله 30 سموحه فاز على انبي بهدفين دون رد. عبد اللطيف بكسوه سجل الهدف الاول في الدقيقه 70، افضل هدف في الدوري حتى الان الهدف امام حضراتكم. بعد كده فادي فريد أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90. في مباراة أخرى قدر البنك الأهلي يفوز على زد بهدف دون رد، هدف سجله سعيد وسمبوريه في الدقيقة 72 من ضربة جزاء. دول كانوا مباراتين الدوري النهاردة، وكان تأجلت مباراة مودرن سبورت وفريق المكون العربي النهاردة بسبب وفاة أحمد رفعت. طيب معايا عبر زوم الآن واحد من نجوم كرة القدم العالمية، واحد من أبرز الأسماء اللي لعبت في باريس سان جيرمان وعدد كبير من الفرق في أوروبا، نجم منتخب الأرجنتين خافيير باستوري، أحد أمهر اللاعبين على مستوى العالم. مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10.
Muchísimas gracias. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. هو شرف لي أن أكون معكم. وأعتقد أننا سنقضي وقتا طيبا معا وأنا مستعد للإجابة على أي سؤال يخص كرة القدم. بالتأكيد حديثي عن اليورو بشكل عام، رأيك إيه في مستوى اليورو حتى الآن؟ هل هي بطولة قوية أم بطولة لم تظهر قوة حتى هذه اللحظة؟ لقد شاهدت العديد من المباريات في أمم أوروبا، وحقيقة الأمر أعتقد أن المستويات متكافئة للغاية بين جميع المنتخبات. على المستوى البدني هناك نسق كبير داخل الملعب في الكثير من المباريات، لا يوجد منتخب متفوق بشكل كبير على الآخرين. أعتقد هناك الكثير من المنتخبات الكبيرة في هذه البطولة، إسبانيا وإنجلترا وهولندا هي المنتخبات التي تأهلت إلى نصف النهائي. أعتقد أن الأمور ستكون مثيرة للغاية في نصف النهائي، وأعتقد أن سنشاهد مباريات كبيرة بين هذه المنتخبات. منتخب إيطاليا، وأنت لعبت في إيطاليا، ظهور كان خافت جدا في هذه البطولة، في رأيك ما هي الأسباب؟ أعتقد أن إيطاليا منذ سنوات عديدة لم تقدم المستوى الكبير الذي يليق بالكرة الإيطالية وبسمعة إيطاليا كمنتخب كبير. أنت تتحدث عن تغيير للدماء وأجيال جيل جديد من اللاعبين على السنوات الماضية، ولهذا لم يظهر المنتخب بالصورة التي كنا ننتظرها. الأسماء التاريخ ديروسي وديل بييرو، لا يوجد اللاعب الذي يصنع الفارق كما كان في الماضي. أعتقد أن المنتخب في الوقت الحالي لا يمتلك هذه الأسماء التي ذكرتها. أعتقد أنه يمر بفترة انتقالية. نعم، هو لديه لاعبين جيدين، ولكن أعتقد أنهم لم يظهروا بأفضل صورة لهم، وأعتقد أنهم سيظهرون في المستقبل بأداء أفضل. بعد تحديد أطراف مباراتي نصف النهائي، من في رأيك المرشح الأقرب للفوز بهذه البطولة؟ بالنسبة لي سيكون بين فرنسا أو إسبانيا. من سيفوز بنصف النهائي من بينهما أعتقد أنه الذي سيكون لديه حظوظ أكبر ليكون البطل. أعتقد أن إسبانيا يدخل اللقاء بأفضلية طفيفة على فرنسا بالنظر لما يمتلكه من لاعبين متميزين. هناك في فرنسا أيضا مبابي يمر بمرحلة كبيرة، وتشواميني فاز بدوري الأبطال مع ريال مدريد. أعتقد أن منتخب فرنسا يمر بمرحلة مهمة في مسيرة، وأعتقد أن من سيفوز بين فرنسا وإسبانيا سيكون المرشح للقب. سؤالي القادم يخص المنتخب اللي شايفه كان منتخب جيد في هذه البطولة لكن لم يوفقه الحظ للوصول لهذه المرحلة، من المنتخب اللي زعلت على خروجه؟ أعتقد أن هذه النسخة من البطولة كانت متكافئة للغاية. أعتقد أن ألمانيا كان ممكن أن تصل إلى مرحلة أبعد لأنه منتخب متماسك ويلعب بقوة كبيرة، وكان من الممكن أن يسجل هدف في الثانية الأخيرة. لا أعتقد أنه كان يستحق الخروج. أعتقد أن هناك منتخبات أخرى أيضا قدمت مستويات طيبة. عايز أسألك أو أسيب اليورو شوية وأسألك على بطولة كوبا أمريكا، رأيك إيه في المستوى، مستوى البطولة وتحديدا مستوى المنتخب الأرجنتيني؟ المنتخب الأرجنتيني يمر بفترة طيبة للغاية منذ 3 أو 4 سنوات. المنتخب كل بطولة يشارك فيها يفوز بها، يدخل كل بطولة بثقة كبيرة. أعتقد أن وهناك
جماعية داخل روح جماعية داخل المجموعة، هناك ثقة كبيرة بين جميع العناصر، وهو يظهر بشكل طيب للغاية، ليس الأفضل ولكن هي النسخة الأفضل من الأرجنتين منذ سنوات عديدة، وأعتقد أنه بهذه الخطوات يستطيع أن يمر إلى الدور النهائي. أيضا المنتخب الأرجنتيني يحاول أن يفرض أسلوبه في جميع المباريات التي يلعبها. في السابق كان هناك فوارق عديدة بين المنتخبات، كنا نرى البرازيل، الأرجنتين، كولومبيا، ولكن في الوقت الحالي الأمور تغيرت. هناك باراغواي والإكوادور والمنتخبات الأقوى وكندا أيضا نافسوا بشكل كبير وكانوا منافسين أقوياء لهذه المنتخبات الكبيرة، وأعتقد أننا سنرى مباريات أفضل في الأدوار القادمة. أسألك عن فريقك الأشهر باريس سان جيرمان، ماذا عن باريس سان جيرمان ما بعد رحيل كيليان مبابي من وجهة نظرك؟ البي اس جي منذ سنوات يقوم بتغييرات عديدة في صفوفه ورحيل لاعبين واستخدام لاعبين. أعتقد أنه في السنوات الماضية استطاع أن يستقطب العديد من اللاعبين المهمين مثل ميسي ونيمار وكافاني ومبابي أيضا وفيراتي ماتيو فيراتي. أعتقد أن الفريق في الدوري يقدم مستوى كبير في على مستوى البطولات المحلية. هناك العديد من اللاعبين الحاليين أيضا مثل فيتينيا ومثل غونسالو راموس في الهجوم. هناك تغييرات عديدة سواء فيما يتعلق بالأعمار السنية، الفريق نزل بالأعمار السنية في الموسم الحالي. هناك العديد من اللاعبين الشباب الذين دخلوا إلى الفريق، ولهذا أعتقد أن المستقبل سيكون مبهر للغاية بالنسبة لباريس سان جيرمان، وهذا ما سنراه في السنوات المقبلة، وهذا ما كان النادي يحتاجه، وأعتقد أنها خطوة مهمة بالنسبة لباريس سان جيرمان أن يساعد العديد من اللاعبين الصاعدين بعد رحيل هذه الأسماء الكبيرة. هل مبابي من وجهة نظرك سيتألق بشكل كبير جدا وسط تشكيلة من النجوم مع ريال مدريد؟ Sí, seguramente. لتأكيد. مبابي يمتلك مستوى رائع ومستوى كبير، هو يمر بأفضل فترة في مسيرته، وأعتقد أنه سيتأقلم على هذا التغيير. لقد قضى سنوات عديدة في باريس سان جيرمان وقدم أشياء مهمة وأشياء مذهلة بالنسبة لهذا النادي، وأعتقد أن هذه النقلة ستخلق له العديد من الدوافع. هو لاعب رائع للغاية، وفي سنوات قليلة سيكون من ضمن الأفضل في العالم. هو في الوقت الحالي هو من ضمن الأفضل، ولكني أعتقد أن خطوة انتقاله لريال مدريد ستحدث نقلة نوعية في مسيرته. إذا الأمور سارت معه بشكل جيد واستطاع أن يتأقلم على الأجواء في إسبانيا وتعلم اللغة الإسبانية وسيتأقلم مع زملائه، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة له وبالنسبة للنادي. داخل الملعب الجميع يعلم إمكانات مبابي وما هو قادر على تحقيقه، وهو دائما يترك انطباعات جيدة بالنسبة للجميع، وأعتقد أنه سيحقق نجاح مع ريال مدريد. خافيير باستوري نجم منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نواصل، خليكم معنا. حبيت اشكركم على دعوتكم ليا طول الفتره اللي فاتت.
وبفضل دعواتكم الحمد لله ربنا عداني من اللي أنا كنت فيه. أشكر الجميع على دعمه لي منذ تعرضي للوعكة الصحية، وأتمنى أن أعود إنساناً طبيعياً مجدداً وأمارس كرة القدم مرة أخرى. هكذا كانت الكلمات الأخيرة لأحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 31 عاماً. رفعت تعرض لأزمة قلبية خلال مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، وظل في المستشفى عدة أشهر بين الحياة والموت قبل أن يتم إنعاش قلبه ويعود مرة أخرى للتعافي بشكل تدريجي. مسيرة رفعت لم تقتصر على الأرقام المميزة والتألق الفني مع الفرق التي لعب لها فقط، بل كان نموذجاً للاعب المحترف بالتزامه في التدريبات، وكذلك كان محبوباً من الجميع لأخلاقه العالية التي ساهمت في دعم الجميع له وقت تعرضه للوعكة الصحية. وعلى المستوى الفني لفت رفعت الأنظار في صفوف إنبي قبل انتقاله للزمالك الذي حصد معه السوبر المصري 2016-2017 مساهماً في 7 أهداف خلال 26 لقاءً. ولم يقتصر تألق رفعت على الزمالك فقط، بل كان مميزاً مع مودرن سبورت وكان نجم الفريق الذي قاده لحصد كأس الرابطة 2021-2022، كما ساهم في 22 هدفاً خلال 46 لقاءً مع الفريق. وشهدت مسيرة رفعت محطة احترافية عندما تواجد في صفوف الوحدة الإماراتي، وشهد له الجميع بإمكانياته الفنية المميزة وأخلاقه التي جعلته واحداً من أكثر اللاعبين الذين ارتبطوا بجماهير الوحدة. وبين تألق ملفت ومسيرة جيدة شاهدة على أرقام مميزة والتزام وتفان في العمل، تودع جماهير الكرة المصرية واحداً من أكثر اللاعبين خلقاً وتميزاً في الملعب وخارجه. وداعاً أحمد رفعت. ربنا يرحمك دايماً أحمد رفعت بإذن الله في الجنة إن شاء الله. معايا الآن الدكتور أحمد أشرف عيسى، استشاري طب القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي والطب المعالج أو الطبيب المعالج لأحمد رفعت. فندم مشرف ومنور وتعازينا. اهلا بحضرتك، ربنا يرحمه. ويعني المصاب جلل، ولكن يعني في الاخر هي اقدار الله سبحانه وتعالى. وحقيقه احمد انسان بمعنى الكلمه، ترتبط بيه يمكن اكيد حضرتك تعرفه احمد، ترتبط بيه انسانيا بقوه جدا. علاقتي احمد رفعت كمان قوت اكتر في الفتره الاخيره على المستوى الإنساني والشخصي، حتى يمكن بعد ما بنكمل فحوصاتنا بنقعد ندردش مع بعض، بنرتب الدنيا، بنقعد بقى نتكلم، ويعني عارف قطع بينا. صح، ربنا يرحمه. حضرتك كنت معايا في اللحظات الأخيرة فجر اليوم، مظبوط؟ مظبوط. إيه اللي حصل؟ لا مفيش، احنا كان اخر متابعه كان عندي في العياده. اولا قبل ما اتكلم اتفضل، يمكن انا يمكن ما كنتش حابب ان انا يعني اظهر في الاعلام وده حقيقي، وحاولت انا وفريق الاعداد ان نقنع حضرتك، وانا عارف ان انت كنت حابب توضح كثير من الامور الطبيه، لكن لما لقيت الدنيا بدات الامور تبدا تاخد مسارات وبدات الناس تبدا بقى عارف قيل وقال وقصص دي كلها، صح، كنت حتى النهارده يعني يمكن حضرتك هتبقى اخر واحد ان انا اتكلم معاه خالص، لان المواضيع ما فيهاش كلام يتحكي. ولكن انا وضحنا الحقائق وهوضح مع حضرتك النهارده، وفي زملاء معانا كمان في الفريق المعالج. ليه؟ لان لازم الناس تبقى عارفه تفاصيل، ان ما تم معرفه اتعمل على اعلى مستوى، اتعمل في مستشفى الدوله، في اتعمل له احسن حاجه طبقا للبروتوكولات العالميه. ولكن برضو في الاخر يبقى قضاء الله وقدره، وقضاء الله هو اللي نافش. رفعت حضرتك يعني لو هتكلم بس في خلال العشر أيام اللي فاتوا بس، كان موجود عندي في العيادة. أنا كنت ببقى كل مرة بيجي ببقى مبسوط أكتر من المرة اللي قبلها، سبحان الله. لأن أنت بتلاقي أن الأمور بترجع بشكل طبيعي، الأمور بدأت تتحسن. رفعت كفاءة القلب آخر مرة كانت 50%، كانت اخبارك حضرتك كفاءة الشخص الطبيعي من 55 ل 65%. رفعت خلاص احنا بدأنا نوصل لمرحلة كويسة قوي، بقى في انتظام لضربات القلب، الدنيا بقت كويسة جدا. هو نفسه يقول لي انا بقيت كويس، مجهوده بقى احسن، احنا شفناه في احد البرامج
اول مره يطلع، وبعدين راح لفرقته، وكنت دايما حتى دايما يقول لي انا هعمل كذا، اقول له طيب بس خد بالك ما نعملش مجهود، ما نعملش كذا، خلينا احنا لسه في مرحله، تقدر تقول يا رفعت احنا في مرحله الايه التعافي، عظيم، هنبدا بقى نخش مرحله التاهيل قريبا خلاص. في نقطه بقى انا عايز اتكلم فيها النهارده واخبار حضرتك، اتفضل، اللي هي كانت دي كانت احد الحاجات اللي هي يعني خلت الواحد يعني كلام الناس عماله بتقول كلام، فيمكن في زملاء قالوا يا جماعه ارجعوا انا اللي بيعالجوا مش شخص، بيعالجوا فريق كامل على اعلى مستوى من اساتذه واستشاريين في القلب والقسطره والقلب الرياضي والتاهيل القلب الرياضيين والرعايه المركزه والكلى، ما كونسولته كامل ده مش كده وبس، رفعت حاجته كلها اللي اتعملت اتعرضت في مؤتمرات القلب، وكان اخرهم في مؤتمر في اسكندريه من اكبر مؤتمرات القلب، اتعرضت على الاجانب هناك عشان نناقش كل كبيره وصغيره عشان نعرف رفعت ده الوضع الحالي اللي احنا فيه دلوقتي، هل في حاجه محتاجين نعملها تاني زياده ولا لا. هرجع بس بالامور بالاحداث بسرعه كده اليوم 11/3 لما هو النهارده دكتور مستمع جيد ليك، فارجوك يعني اوصف كل حاجه ولعل كمان ناس تستفيد لامور طبيه يعني ولا وهنتكلم ويعرفوا كمان الحقائق ويعرفوا طبيا كمان ايه اللي كان مشكله عند احمد وايه اللي حصل في اللحظات الاخيره. بص حضرتك يعني في امور طبعا انا عرفتها طبعا لما احمد بيجي لي دوت، طبعا قبل الواقعه دي طبعا احمد كان متعرض لضغط ويمكن هو قال هذا الكلام وكنت انا في مداخله مباشره معاه، هو تعرض لضغط نفسي، الضغوط النفسيه بتؤثر على القلب، وعندنا حاجه في القلب في الطب بيقول ان انت حاجه اسمها متلازمه القلب المنكسر، اي شخص بيتعرض لضغط نفسي شديد ممكن يجيله مشكله. رقم اتنين ان انت عندك عوامل اخرى بتسرع في القصه دي كلها كمان، ان انت المره اللي وقع فيها دي كانت في اول يوم رمضان، علشان كده حتى كمان من الدروس المستفاده في الواقعه دي ان مفيش داعي ان الماتشات تتلعب اول 3 4 ايام في رمضان، خلي جسم الشخص او اللاعب يتعود على الصيام. اشكرك عشان دي نقطه كمان مهمه جدا يا دكتور، اشكرك يعني انا برضه يا جماعه ما بفهمش فكره ان احنا هنلعب في صيام رمضان وفي اول ايام زي ما حضرتك قلت كده لسه الجسم ما خدش على التغيرات المفاجاه دي. بالظبط، يعني انت لازم تدي فرصه. بص حضرتك الرياضه دلوقتي بقت صناعه وصناعه كبيره وصناعه مهمه سواء على مستوى الاعلامي على مستوى الانديه على مستوى الدول، فبقت صناعه مهمه لازم تربط بالعلم علشان الدنيا تمشي، وبعدين دلوقتي قلب الرياضيين بقى حضرتك جزء مهم في الوضع الحالي دلوقتي لبناء الرياضيين. صحيح، ما هو الرياضي ده لو قلبه فيه مشكله مش هيلعب خالص. صحيح. المهم حصل توقف القلب، اتنقل المستشفى في اسكندريه واتحط على جهاز التنفس الصناعي، وطبعا حصل بقى توقف في اجهزه جسمه كلها، وكان ودخل في غسيل، وكانت وظيفه الكلى في السماء، انزيمات القلب في السماء، ولكن شاءت الاقدار ربنا سبحانه وتعالى كان مدد ايده ان رفعت تبدا الامور تتحسن وتفصل من على جهاز التنفس الصناعي، والامور استقرت واتنقل لنا مصر. من هنا بدات استلمناه زي ما بيقولوا، بدانا مرحله العلاج، والزملاء في المستشفى استشاريين الكلى عملوا مجهود كبير قوي، استشاريين الرعايه، وهقول اساميهم، الدكتور عمرو سامي والدكتور محمد العياشي حقيقه عملوا مجهود جبار لغايه اما الكلى تعافت. هنا بقى دخل دورنا كدكاتره قلب، مجموعه دكاتره قلب كلنا، علشان نبدا نقيم حاله القلب الرفعت. كانت كفاءه القلب الرفعت قبال حضرتك رفعت شخص قلبه وقف بجلطه وقعد على جهاز تنفس صناعي قرابه 10-11 يوم، كان عنده حموضه في الدم، وظائف كلى عاليه، وانزيمات قلب عاليه، خد صدمات كهربائيه على حسب ما قيل من الاطباء اللي كانوا موجودين 11 او 12 صدمه، كل ده بيأثر على عضله القلب. كفايه القلب كانت عند رفعت 37-40%، ودي نسبه قليله جدا بخبر حضرتك. المهم انت دلوقتي في ظروف طبيه، انت دلوقتي بتشوف اللاعب ده الامور بدات، الراجل بدا يستعيد وعيه، بس انت مش هتسيبه كده، انت عندك مشكله ما انتش عارفها فين. عملنا رنين مغناطيسي على القلب بين ان في جزء في عضله القلب ما بيتحركش في الجدار الايه
الجانبي وجزء من الجدار السفلي لعضلة القلب. طيب واتكتب كلمة كده سطر صغير أنك لازم تستبعد الشرايين التاجية. وإحنا بنمر عليه في أول ما وصل المستشفى رفعت كان عندنا يقين بنسبة 70% أن رفعت عنده جلطة في القلب. حتى طلبنا من دكاترة الأساتذة الكلى والرعاية المركزة أن إحنا نخش بيه الأسطرة ونغسله بعدها تاني. قال لك رفعت فضله 10% نسبة 10% أنه يعدي، لو شم الصبغة الكلى دي هت إيه هتوقف تماما. فكان كنا واقفين يعني عارف في واحد زنقك في حته سد قال لي فاخد اجراء بالظبط. فالمهم فلقينا ان احنا لازم احنا ننتظر لغايه ما الامور تستخر، وبالفعل الامور استخرت في خلال 3 أسابيع لشهر تقريبا. ودخلنا عملنا القسطره لقينا ان انت عندك شريان مقفول بشكل كامل. خلاص كده بقى تيقنا تماما ان رفعت كانت جلطه في القلب فعلا زي ما كنا متوقعين. يبقى اذا لازم ان احنا نعمل القسطره لرفعت. في الوقت الاولاني عملنا القسطره التشخيصيه، احنا عملنا له القسطره مرتين. القسطره التشخيصيه المره الثانيه احنا فضلنا ان احنا نبدا نديله ادويه، نبدا نهدي لان ضربات قلبه سريعه جدا. نبدا زي ما بيقولوا ايه نهيئ القلب للعمليه الثانيه. كان عندنا مؤتمر للقسطرة في أفريقيا معمول هنا في مصر، وأشرف برئاسته أنا وزميلي الدكتور محب والدكتور حازم خميس. وكان عندنا خبراء أجانب جايين، قلنا نعرض كمان الحالة على إيه عليهم. وكان في خبير إيطالي، وقلنا فرصة يبقى هو موجود كمان إن يخش ونخش نعمل القسطرة ويعمل القسطرة الإيه رفعت. ليس إن الفريق المصري ما يقدرش، ولكن إحنا بنحاول إن إحنا ندي لرفعت كل يعني زي ما بيقولوا ايه اقصى حاجه نقدر نديها له. واتعملت واتفتح الشريان الرئيسي او الشريان المحوري وتركب له فيه دعامه دوائيه، وكان شريان كبير فعلا. هنا بقى لازم نقف ونضع 100 خط عشان نجاوب على الناس، لان الناس عماله تتكلم اصله ما حطش جهاز صدمات، اصل اريكسون، اصل ما اعرفش ايه، وكلام بطريقه عارف طريقه السخريه والتهكم بطريقه غير عاديه. يعني لازم الناس تعرف ايه الناس اللي مشرفه على حاله رفعت ناس على قدر كبير جدا من العلم، وما هوش شخص واحد. ودايما يمكن في حلقه كنت مع حضرتك عمرنا ما بناخد قرار في لعيب بشخص واحد، لازم على الاقل 3. ده كان في لجنه فيها 6 أو 7 افراد. الموضوع ما فيهوش انت عارف حضرتك ما فيهوش هزار. صحيح. وبعدين احنا مش بنبص كمان ان ده لعيب وثمنه ملايين، لا ده بني ادم ولازم يتاخد فيه قرار، وشاب عنده 29 سنه او 30 سنه. الموضوع ما فيهوش هزار، ما احناش سايبين الموضوع للاهواء الشخصيه وان كل واحد يقول اللي يجي في دماغه. احنا بنحطه بنتكلم وكل واحد بيقول رايه بيزد على رايه، وبعد كده بتجتمع اللجنه وبناخد هنعمل 1 2 3 4. عظيم. انا معايا برضو الدكتور محب مجدي استاذ القلب بجامعه المنصوره وعضو اللجنه المشرفه على متابعه حاله مرحوم احمد رفعت. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا. وكان الدكتور احمد يتحدث عن انه بعض الناس تحدثت عن امور طبيه غير صحيحه في الاجراءات مع احمد رفعت. عايز اسمع كلام حضرتك عن هذا الامر، وبالتاكيد بدايه تعازينا يعني. كريم بيه ازيك؟ واحنا طبعا يعني الاول اول حاجه بنعزي نفسنا قبل اي حد طبعا، وبنعزي شعب مصر كله. كل ده يعني بنسميه صدمه كبيره لينا، مصاب جلل. والحقيقه يعني ما فيش اي نوع من انواع الاعتراض على قدر ربنا وقضائه. لكن يمكن انا دخلت في التوقيت المناسب اللي كان زميلي وصديقي الدكتور احمد اشرف بيتكلم فيه، ان الحقيقه لغط على الميديا النهارده للمشابهه او المقارنه بين حاله رفعت وحاله ريكسون هو الحقيقه شيء شائن، لأن الأبحاث اللي اتعملت لرفعت من الأول الإشاعات والتحاليل وبعد حتى ما الحالة استقرت وكمان مرًا بالقسطرة أدت إلى أن تشخيص واضح جدًا مختلف عن حالة إريكسون تمامًا. إريكسون طبعًا لاعب الدنمارك الشهير اللي سقط في بطولة طبعًا. وده لتعريف الناس، الحالة اللي كانت بتاعت إريكسون ده كان اضطراب كهربائي في العضلة وعيب في القنوات المرتبطة بخلايا القلب الكهربائية، وكان عيب وراثي. والحقيقه كمان يعني يعتبر من الحالات اللي هي بتحصل كتير، لكن حاله بقى رفعت ان يكون جلطه في القلب هي الحاله اللي هي مش معتاده قوي،
والتصرف معاها تصرف مختلف. التصرف ده مش احنا اللي حاطينه في مصر، اللي حاطينه جمعيه القلب الامريكيه وجمعيه القلب الاوروبيه في صوره ارشادات عامه ثابته بنتبعها كل اطباء القلب في العالم. واللي اتعمل مع رفعت زي ما دكتور احمد قال دلوقتي هو البيست براكتس او الـ بنسميه الـ يعني الـ احسن ممارسه طبيه في صوره خطوات ثابته واضحه وتحت اشراف اساتذه كبار. وكمان الخبير بعد ما فتح الشريان كان المستنين على ما يسمى تحسن كفاءة العضلة، وفعلا كفاءة العضلة زادت. في اللحظة دي اتعمل كمان تحليل جيني او استبيان فكرة ليه حصل رفعت جلطة، واتضح فعلا ان من التحليل الجيني ان في اضطراب في نسبة لزوجة الدم وتقلط الدم موجود عنده، وده يفسر الجلطة اللي حصل. عشان كده بصراحة من يعني من الظلم جدا مقارنة حالة ريكسون وبحالة رفعت. وكان الحقيقة النهاردة معظم الميديا متجهة ليه ما ركبش هو كل اللي اتعمل ده وما كانش في ايدين حد من الناس اللي كانت بتتابعه انه يركب اي سي دي او اللي هو الصعق الداخلي، لا طبعا كان ضمن الخطط المتاحة طبقا للخطوات اللي متبعة طبيا في حالة زي كده لو هو يسمح بكده، لكن الحالة كانت اساسا جلطة في الشريان التادي وليس اضطراب كهربائي. دكتور محمد مجدي استاذ القلب بجامعه المنصوره، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات، عضو ايضا اللجنه اللي كانت مشرفه على علاج احمد رفعت. طيب دكتور احمد كمل، وبرضو عايز افهم معلش واعذرني في هذه الجزئيه عشان انا هتكلم بشكل عادي يعني زي كل جماهير كره القدم في مصر، وايه الجهاز اللي كان المفروض يتحط على القلب وما اتحطش او الناس كانت بتطالب ان هو يبقى موجود؟ بص حضرتك في حاجه اسمها جهاز الصدمات الداخلي. جهاز الصدمات الداخلي ده هو ده جهاز بطارية بتركب تحت الجلد بسلكتين عشان لما يجي أي خلل كهربي بيدي صدمة كهربية. عظيم. الجهاز ده هو مش بالسهولة اللي الناس يعني ده الصدمة بتاعته ديت لما الجهاز ده لو ما تركبش وانت محتاجه بتبقى مشكلة كبيرة قوي. في ناس بيحصل لها psychological problems، مشاكل نفسية كبيرة جدا. حضرتك الصدمة لو ادى واحد صدمة ممكن ينطره متر قدام. فالقصة كلها مفيش حاجة اسمها، في حاجة اسمها الأصول في الشغلانة. يعني احنا لو هنتكلم باللغة العامية في أصول في الشغلانة، في قواعد عامة احنا بنتبعها، في حاجة اسمها guidelines، في حاجة اسمها يعني محددات عالمية وضعتها الجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية زي ما الدكتور محب قال. في الحالة اللي زي ديت لازم نرجع نتكلم لما انت عندك سبب، واعتقد انا اديت الزملاء في الاعداد اخر ابحاث عن جهاز الصدمات في حالات الجلطات، ياريت يتعرض على الشاشة، ياريت نعرضها شباب يعني. اللي الدكتور احمد سلمها لكم. التوصيات العالمية دي بتقول ايه؟ ان لما يبقى يجي شخص حصل له توقف في القلب وصحي تاني او رجع للحياة تاني وطلع سبب وجلطة في القلب، اصبر عليه. ليه بقى؟ لان انت وخلاص وفتحت له الشريان، اصبر عليه قد ايه؟ 6 اسابيع، 40 ل 45 يوم. عظيم. وده اللي حصل مع رفعت. احنا قلنا هننتظر. هقول لحضرتك لما اتعرض ورق رفعت في اخر مؤتمر في اسكندريه الشهر اللي فات، جورجيا بروجادا، بنت بروجادا، واحد من اشهر الناس في العالم في كهربائيه القلب، قالت حاجتين. قالت اللاعب ده ما ينفعش يلعب تاني. وقالت ان الجهاز الاي سي دي او جهاز الصدمات الداخلي، وده اخر ابحاث اتنشرت عن، حتى بص حضرتك اللي بيقول لك ايه، امبلانتابل ديفيبريليتور ثيرابي ان كاردييك اريست سيرفايفرز وذ ا ريفرسيبل كوز، وانت عندك سبب للي حصل. يعني انا وقع اللاعب في الملعب لقيت ان عنده مشكله تتصلح، يبقى لازم تصبر عليه. واهمها في اخر سطر كتبوا جلطه القلب، الاحتشاء في عضله القلب. الكلام ده مهم جدا. احنا بنتكلم على اساس علمي، ودي منشوره في شهر 6/24. فاحنا مفيش حد، ما احناش الموضوع ما هواش كل واحد يقول اللي عايزه. انا اقصد انه العلاج في مثل هذه الامور ما فيهاش وجهه نظر. لا لا لا، وجهه نظر ايه؟ ما فيهاش مهارات. ما يجيش يقول لك انا اصلا من مدرسه كذا، ما فيش حاجه اسمها كده. دي مش وجهات نظر. لا لا لا، في حاجه اسمها العلم بيقول ايه. صحيح.
ويبدا يتحط اللاعب. وبعدين انت امتى بتحط الاي سي دي في الناس في الناس اللي بيجي لها جلطه؟ ما تلاقي جهاز الصدمات ما تلاقي بقى عضله قلبه بقت اقل من 35%. احد الابحاث قالت لو احنا عندنا 100 شخص، يمكن كنت بتكلم فيها مع دكتور ايمن ابو المجد، يمكن لو هو موجود هيبقى معانا ان شاء الله. لو انت عندك 100 واحد اخبار حضرتك محتاجين جهاز صدمات وهم فعلا محتاجينه، جهاز الصدمات تعرف ينقذ كم واحد؟ 24 واحد. يعني برضو لازم الناس تبقى فاهمه، احنا الطب هو علم الاحصائيات. وعلم انت، انا مش مؤلف علم، احنا دلوقتي بنتبع القواعد العامه في مثل هذه الحالات. يبقى اذا وبعدين حاله رفعت الامور بتتحسن، كفاءه قلبه زادت، بقت وصلت لكام؟ 50%. اخبار حضرتك رسم قلبه الاخير كان كويس جدا، اموره بتتحسن. كان اخر مكالمه بيني وبين الزميل الدكتور احمد مصطفى عضو اللجنه برضو واستشاري كهربيه القلب، واتفقنا ان احنا في البروتوكول العلاج، واتفقنا ان احنا كلنا هنتقابل كلنا بعد ما نكمل 40 يوم او 45 يوم ونبدا ناخد الخطوه الستيب الثاني بعد ما نعمل ايفاليوشن الحاله، خصوصا ان احمد بدا يبقى اموره كويسه وبدا يحس ان هو كويس واحنا شفنا ده بعينينا. ليه احمد رفعت لما طلع اتكلم قال انا بعد اللي حصل لي دوت حاسس ان انا ممكن في اي لحظه اقع تاني عشان اللي حصل لي ده؟ هل ده كلام الدكاتره كان بتقول له عليه ادام انت جات لك جلطه فممكن ده يتكرر تاني فده ممكن يحصل تاني؟ هل هو كان ده احساس بس عشان هو حاسس انه مثلا بيتالم او لسه مش سليم؟ يعني تفسيرك ايه حضرتك؟ خلينا نحط ربنا يحفظ الكل يا رب، يا رب. اي واحد في مكان احمد رفعت نفسيا، انت شخص شفت نفسك بتقع، ما انتش فاكر ايه اللي حصل لك، فجاه لقيت نفسك بيقول لك ده انت حصل لك كذا وكذا 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 وكذا، فتخيل الوضع هتبقى انت عامل ازاي. هتلاقي نفسك في حاله تانية، وبتلاقي نفسك هو انا ممكن يحصل لي ده تاني؟ بيبقى عندك هاجس داخلي، خد بال حضرتك. رقم اتنين، انت ما فيش حاجه في الطب عندك حاجه اسمها 100%، خد بال حضرتك. وبعدين الابحاث قالت ان انت لو العيان في اول سنه لما بيجي له جلطه ممكن تحصل له جلطه تانية بنسبه 1-2 أو 3%. نسبه قليله بس وارد. حضرتك لما اخو رفعت كلمني علشان يعني بيكلمني اخوه مش ما بينطقش، واخد بالك، انا اول حاجه جت في دماغي حاجه واحده، ان ممكن يكون حصل حاجه في الدعامه او حصل له جلطه تانية، واخد بال حضرتك. حتى لما طلبت منه وصل لي الجهاز، احمد كان معاه جهاز تتبع بيقيس العلامات الحيويه بشكل مباشر، واقدر اشوفه من خلال الموبايل بتاعي، اقدر اشوف كل حاجه. لما وصلوه على جسم رفعت كان مدي حاجه اسمها اسيستول، مفيش اي نشاط كهربي، ويعني مفيش اي حاجه تقول ان انت عندك ذبذبه بطينيه، عندك جلطه في القلب، مفيش اي حاجه بتقول هذا الكلام. عشان توصل لحاجه زي كده لازم الشخص زي ما حصل في المره الاولى يتعمل له انعاش قلبي رئوي ويرجع للحياه وتبدا تاخد فحوصاتك من اول وجديد. لكن رفعت توفاه الله، في الحالات اللي زي دي التشريح هو الاساس، واخد، لكن انت مش هنشرح كل واحد تحصل له القصه دي كلها، وخصوصا ان رفعت كانت اموره طبيا ماشيه في اتجاه التحسن. الساعه 9:30 بالليل يوم الجمعه كنت على اتصال ب زميلتنا العزيزه الاستاذه الدكتوره غاده سليم استاذ القلب والمشرفه على الكارديا كريهابيليتيشن التأهيل الطبي للقلب، وبرتب معاها اجيب لها رفعت امتى علشان نبدا نحط البرنامج ويعرض على اللجنه كلها كامله. طيب ايه موضوع التحليل الجيني لاحمد رفعت؟ بص حضرتك، اي لاعب انت مش بتلاقي، كان في فتره قال لك البصمه الوراثيه، قصدي الدي ان ايه وبصمه القدم، وكل لاعب ليه بصمه قدم عشان تعمل له فرشه الشوز بتاعته والكلام ده كله. الجسم كل واحد عنده بصمه جينيه. الرياضيين بنهتم بالقصه دي كلها، خصوصا الرياضيين اللي حصل لهم كاردياك ارست او حصل لهم توقف في القلب، ان انت تستبعد ان هو يكون عنده مشكله. عندنا القلب بينقبض وينبسط عن طريق بوابات اسمها البوابات الايونيه، صوديوم وبوتاسيوم داخلين وكده من غير دخول في التفاصيل. في ناس عندها عيوب خلقيه بيكتشفوها ازاي ديت؟ بوست مورتم بعد الوفاه بالتشريح والكلام ده كله.
لكن ما بتكتشفش ولا بالفحوصات العادية. واخد بال حضرتك؟ لقوا فيه ان في تحليل جيني هو غالي طبعا، بس بتاخد عينة من الشخص ده وتبدأ تشوف الشخص ده عنده عيوب جينية في حاجة معينة، وخصوصا كهربية القلب. دايما بنركز على كهربية القلب ليه؟ لأن رفعت لو كان عنده مشكلة في هذا الجين الخاص بكهربة القلب أو بالقنوات الأيونية هنعمل إيه؟ هنركب الجهاز ولا فرصة ولا غير فرصة. لكن التحليل نفى هذا الكلام تماما. عندوش مشكلة خالص من ناحية الكهرباء. عنده شوية حاجات خاصة بالتجلط، بس اوريدي هو كان ماشي على أدوية سيولة. طيب أنا معايا على الهاتف أيضا الآن دكتور أحمد مصطفى، استشاري الحالات الحرجة بجامعة القاهرة وأيضا عضو اللجنة المشرفة على حالة أحمد رفعت. يا فندم مشرف ومنور. السلام عليكم أستاذ كريم، أهلا حضرتك. تعازينا بكل تأكيد في البداية. الله يرحمه أحمد رفعت، أثر فينا جميعا يعني، وزي دكتور أحمد أشرف ربنا يكرمك رب أحمد يعني تعبنا فيه جدا بصراحة يعني. وكانت حالة يعني فعلا نتعامل فيها كل حاجة بصراحة يعني، وبما اني عضو في اللجنه فبرضه باكد على نقطه مهمه جدا للكهرباء. يعني دايما احنا حالات الكهرباء يمكن بس معظم الناس بالظبط معاها ريكسون لعب اللي حصل له وفاه في الملعب وبعد كده تركيبه جهاز. هو الجهاز ده بنركبه في حالات معينه زي اختلال كهربي او عدم اكتشاف سبب يعني او عدم اكتشاف سبب الوفاه او سبب توقف القلب، ساعتها بنلجا الى تركيب جهاز الصدمات او موت الصدمات. في حاله احمد رفعت الله يرحمه يعني فعلا حتى بعد ما اكتشفنا وجود جلطه في القلب هي سبب توقف القلب اول مره، صممنا كلجنه ان احنا نعمل تحليل جيني. وتحليل جيني لكل الجينات اللي ممكن تكون مسؤوله عن امراض الخلل الوراثي. وزي ما الدكتور احمد قال بالظبط ان امراض الخلل الوراثي حاجات يعني استحاله نعرف نكتشفها الا بعد توقف القلب، يعني الا طبعا بعد تحليل جيني والتقدم اللي فيه، ان في اي خلل جيني حتى يقول ان ده احتمال، مش لازم يكون عنده على فكره، جاست ان هو ان الراجل ده احتمال بعد كده جيله، طبعا هياخد قرار تركيب على طول الجهاز المضاد. وفعلا تحليل جيني واتعمل اعتقد في معمل محترم جدا جدا خارج مصر، لا ما فيش خالص اي خلل من اي نوع خالص. الحاجه الثانيه ان بعد حل مشكله الشرايين كفايه القلب اتحسنت جدا والوقت من القلب اتحسن جدا، وفعلا كنا في بروجريشن كويس جدا جدا. وكان لسه الخطه بتاعتنا كانت قائمه، يعني مش معنى ذلك احنا بنأجل الخطه خالص، لا كان في خطه قائمه لعمل هولتر وعمل دراسه كهربائيه بعد كده عشان ننفي تماما ان حتى في اي احتمال حتى لو 0% ان يحصل حاجه زي كده. طيب دكتور احمد، اللي حصل مع احمد رفعت ده هل نعتبره موت مفاجئ ولا كان وارد طبقا لما حدث في الايام الاخيره؟ لا هو يعتبر طبعا موت مفاجئ. موت مفاجئ طبعا. انا اقصد انه طبقا للاجراءات الطبيه اللي اتعملت كلها، انه حسب ما سمعت منك ومن الدكتور احمد انه الامور كانت مطمئنه، يعني احنا ماشيين في الطريق السليم مفيش مشكله. بالظبط بالظبط. دكتور احمد مصطفى، استشاري الحالات الحرجه بجامعه القاهره وعضو اللجنه المشرفه على حاله احمد رفعت، بشكرك شكرا جزيلا. نفس السؤال لدكتور احمد، فكره هل انتوا كنتوا مطمئنين حاسين ان الحاله ماشيه في الطريق السليم ولا لا احنا في اي لحظه ممكن يحصل اتاك معين دروب معين وارد في الحالات دي ان ممكن يحصل ده، انتوا كنتوا بتفكروا ازاي؟ بص حضرتك، مفيش دكتور قلب بيبقى مطمن 100%. في فرق ان انا بنقل لك شعور بحاجه وانا داخليا ببقى حاطط في حساباتي حاجات كتيره جدا. بمعنى رفعت مش حاله، ما هياش حاله سهله اخبار حضرتك، ولكن كل المؤشرات بتقول ان احنا امورنا ماشيه كويسه. ولكن انا دايما حتى في 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 في, في قعدتي معاه رفعت ما تنساش تبقى تحط الجهاز اللي احنا اللي هو ايه بيبقى جهاز مونيتورنج اللي هو تتبع العلامات الحيويه بشكل مباشر. كل دايما اكد عليه رفعت عشان خاطري حط الجهاز. هو ما كانش ملتزم قوي فيه بالفتره الاخيره، يمكن احساسه بان هو بقى كويس. فكان ده دايما كده تقول له رفعت انا احب دايما اعرف انت بالليل بيحصل لك ايه وانت نايم فهمت. واقول له كده
بيركب بيسمع الكلام يوم او اثنين ويركبه 3-4 ساعات ويجي. ولكن انا ما كنتش بضغط عليه لان انا كنت بقول له كان تقريبا كل 10 أيام 15 يوم بكثير هو عندي. كنت دايما حتى لما يبقى يقول لي مثلا كان في مره جاله صداع وكانت والدته كلمتني فقلت لها وصلي لي الجهاز. لما وصل الجهاز اطمنت الاكسجين بتاعه كويس، ضربات قلبنا كويسه، الامور تمام، الامور مطمئنه. وفي فرق بين كلمه مطمئنه وفي فرق بين ان هي كويسه وسليمه. ليه؟ لان احنا بناخد لسه خطوات، ما احناش يعني انت عارف حضرتك انا ما جيتش قلت له خلاص كده تمام زي الفل انت رجعت، لا احنا امورنا بتتحسن وخدنا خطوات في الطريق ان احنا بقينا كويسين. حتى انا كنت مبسوط، خد بال حضرتك يعني ربنا يعلم رفعت محاصرة الوفاة انت مش متتخيل احساسي كان عامل ازاي. رفعت كان بيكلمني، رفعت انا كنت باصص عليه بالايكو وكانت وكنت بكلم الدكتور احمد مصطفى وبعت له رسم القلب وكنت مع في المستشفى برتب هنيجي امتى نجتمع كلنا عشان نبدا نعمل تقييم ونخش على المرحله اللي بعد كده. انت عارف حضرتك انا مش في جزء انا مش مستوعبه وفي ايه يعني عارف في لحظه كده انا مش مستوعبها. احكي لي اللحظات الاخيره، انا عايز افهم ايه اللحظات الاخيره دي احساس يعني انت عارف انا لو قلت لك انا اتنطرت ازاي من السرير لما محمود بيكلمني قلت له انا مش فاهمك في ايه. رفعت شقيقه رفعت ما بينطقش قلت له ما بينطقش ازاي، وصل الجهاز فلقيت ما فيش فلات اسستو قلت له خده على المستشفى اقرب مستشفى على طول لان انت عارف في قلت له قال لي قلت له انا جاي وراكو انت عارف حياتك انت عارف لدرجه انا يعني في الطرقه بتاعه البيت رحت ثلاث مرات في حاجه يعني في اللي هو ايه انا صاحي نايم في حاجه في لحظه كده انا مش مستوعب في ايه اللي بيحصل وعمال اكلمه لغايه ما هم وصلوا وانا وصلت وطبعا في سؤال اتسال لي ايه اللي حصل فرق بين حصل لرفعت في الملعب وفي البيت. رفعت نقل الدكتور احمد عيد مباشره لما كان في زحمه عليه دخل بيه عربيه الاسعاف مباشره وبدا معاه انعاش قلب على طول. هنا احنا في ديلي. اولا هو كان كويس مفيش اي مؤشرات بتقول ان الامور فيها كويسه. راجع من مع صحابه طلب من والدته تجيب له حاجه فجاه الدنيا فصلت. فعلى ما والدته كلمت اخوه وطلع وكلمه الاسعاف في الكومباوند اللي ساكن فيه واتنقل دي فتره مش قليله تقريبا قرابه نص ساعه ساعه الا ربع حاجه زي كده. فدي ما هياش فترة طويلة. فهو وصل المستشفى كان خلاص الأمور خلصت، ما كانش ينفع أي محاولات. لا هو اتعمل ساعة ونص ساعتين إلا ربع اشتغلنا عليه. بس للأسف ما صدمات سجلش. مرة أخرى؟ خد 4 مرات صدمات أو 5 مرات. هل عضلة القلب كانت تتحمل؟ أيا كان بقى أنت في قدامك توقف ما فيش حاجة اسمها عيادة قلب متحملة. لو عيان عندك 15% هتشتغل عليه. يعني بتلحق أي حاجة. لكن امر الله انت عارف حياتك وطلعت انا وهم شغالين جوه انا طلعت سالت والدته قلت له ايه اللي حصل؟ احكي لي. مفيش اي حاجه مفيش اي قبال حياتك انت لما بتتعب بيبقى في مؤشرات اللي هو انا دخت شويه في الم شويه حسيت بحاجه في حاجات خصوصا انت لو انت كويس خد بالك في وقت. بص هي مشكله هو احنا ليه دايما بنقول فحوصات القلب القاتل الاول على مستوى العالم هو امراض القلب صح. لانها بتيجي في لحظه بتيجي في لحظه ودايما العلم قال ان انت في اول سنه من الجلطه ممكن تجي لك جلطه تانية من 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 1-3% كتير 4%. يبقى اذا انت خبال حياتك انت ما قدام يعني ايه قدام مفيش يعني في الطب مفيش حاجه اسمها 100% مفيش حاجه اسمها 100% مفيش حاجة مضمونة 100% صحيح. لسه مكملين مع الدكتور أحمد أشرف عيسى طبيب معالج لي أحمد رفعت بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا. لسه مشرفني الدكتور أحمد أشرف عيسى استشاري طب القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي والطبيب معالج لي رحمة الله عليه أحمد رفعت. احنا
فرصة النهاردة نبدأ نقول للناس إزاي يحصل لهم توعية فيما يخص تحديدا رياضيين، عشان إحنا العادي بتاع بتاعنا كلنا إنه أدام رياضي يبقى هو مش هيحصل له أي أمراض قلب. دي الفكرة السائدة عندنا إنه أنت رياضي خلاص أنت زي الفل، أنت مش هيحصل لك أي حاجة. بص حضرتك، نظريا الرياضي المفروض قلبه سليم، ولكن عمليا مع اللي احنا بنشوفه دلوقتي الكلام ده مش مظبوط دلوقتي، وبقينا بنشوف الكلام ده في الملعب، خصوصا كمان ان الرياضه بدات تتوسع ومعدل المباريات والضغوطات على اللعيبه بدات يعني يبقى فيها حاجات كتيره قوي. صحيح. النقطه الثانيه، فحص القلب الرياضي بقى حاجه مهمه ولازم الناس تهتم بيها. وحقيقه الاعلام الرياضي، انا على فكره بقول حاجه، ان الاعلام الرياضي المصري من اقوى أجهزة الإعلام في العالم كله. بيوصل للبيت حجم المشاهدة كبير قوي، وبالتالي التوعية من خلال الإعلام الرياضي مهمة جدا إن أنا أوصل المعلومة. النقطة الثانية إن أنا بأشرف إن أنا رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. وأطلقنا مبادرة اسمها سبورتيفيا السنة اللي فاتت، بدأناها من النادي الأهلي في يوم القلب العالمي عن التوعية لقلب الرياضيين، وكانت الشعار بتاعنا قلب الرياضيين أخبار حضرتك والموت المفاجئ، وكان فيها ويبقى فيها كشوفات طبية. احنا عايزين نتبنى وحضراتكم معايا ان احنا نتبنى فكرة الثقافة الرياضية وفحص قلب الرياضيين. حضرتك انا هديك مثال، اتحاد السباحة فوق 100,000 سباح في اتحاد السباحة، واتحاد السباحة خبار حياتك والسباحة من الألعاب اللي فيها موت مفاجئ أكتر من الكورة، لأن في مشكلة في القنوات الأيونية بتنشط فقط في المية، مجرد ما اللعيب ينزل المية ويبدأ يعمل مجهود بتنشط الكهرباء دوت ممكن يحصل. وشوفنا الكلام ده في أولمبياد 2022 أما السباحة الصينية وقعت في قلب حمام السباحة. الحاجة التانية، فحص قلب الرياضيين ده فحص رخيص جدا، وانا يعني اتمنى ان الاجهزه المعنيه في الدوله ومصر بتنتقل انتقال كبير جدا لنهضه كبيره، ان يبقى في مبادره خصوصا بين وزاره الشباب والرياضه والصحه والتعليم والصحه والتربيه والتعليم، ان يبقى في فحص قلب رياضي للنشء الصغير اللي بيلعب رياضه في المدارس. صدقني احنا في بلد ما زالت فيها الحمى الروماتيزميه. تخيل ان انت لما تشوف لعيب او شخص بيلعب ممارس رياضه في مدرسه في اعدادي وتلحقه تلاقي عنده مشكله في صمام وتعالجه وياخد علاجه ويخف، ولا تسيبه لما يكبر ويبقى الصمام ده بقى بايظ لا قدر الله يحسن ويعمله ويعمل تغيير صمام. تشوف العالم كله بيتجه الى علم اسمه البريفنتيف ميديسن، الطب الوقائي. تكلفه العلاج بقت تساوي مليارات مش ملايين. وبالتالي فحص قلب الرياضيين، وكل ما كنت ربطت الحاجه بالرياضه كل ما الناس تقبلتها. انا بقول لك انت عايز تلعب رياضه اعمل لي 1 2 3 عشان تطمن على نفسك. فحص القلب الرياضي يمثل 95%، في 5% استحاله انت تجيبها، دي بتاعت ربنا. في حاجات ما بنشوفهاش ما تعرفش تجيبها وتكتشفها الا بتشريح الجثث، اخبار حضرتك؟ صحيح. ولكن احنا بناخد بالاسباب، بعد كده الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. تبني ده تبني ده انت عارف حضرتك، واتمنى ان ده يبقى من المبادرات الرئاسيه ان شاء الله، لان المبادرات الرئاسيه عملت حاجات كبيره قوي. صحيح. فحص قلب الرياضيين مهم جدا، هيساعد في ان انت تكتشف حاجات كتيره قوي وتلحقها وتعالجها، وما نشوفش الحاجات دي كلها او حتى تبقى قللنا كميات كبيره قوي. دكتور، لما يجي مدرب يلعب مباراة بفريق ويخسر المباراة، بيبقى في حاجة من الاتنين، يا اما من التوفيق خلاص هو حظه ما كانش معاه، يا اما بيقعد يلوم نفسه في الاخر كده يقول ايه ده انا كنت نزلت فلان وطلعت فلان كان ممكن الامور تبقى احسن من كده. في حالة احمد رفعت كان في اي حاجة ممكن تتعمل وما اتعملتش حتى لو عندنا قصد؟ طبعا هجاوبك اقول لك لا. ليه بقى؟ لان رفعت بعد الهوى هوريك. انا كنت على تواصل مع ليفربول، بعد الهوى هوريك انا كنت ببعت حاجه رفعت اخد راي ناس تانية بره.
الموضوع مش كده خالص. وبعدين رفعت انا ما بقول لحضرتك تحولت الموضوع مش 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 حاله انت بتتعامل معاها, انت انت بواحد بتشوفه كان ما كانش موجود بقى موجود, وبتشوف اموره بترجع لطبيعتها وكل ولا تتخيل سعادتي اخبار حياتك وانعكاس ده في عين احمد رفعت الله يرحمه. وبعدين انا بقلبها معاد بنبقى تهريج في الاخر اخبار حياتك. بس انا بكلمك لغايه هذه اللحظه صدقني في حاجات انا مش مستوعبها. انا اخر فويس نوت معايا كلها من يومين, وكان بيكلمني من يومين برضو. فالقصه كلها اخر حاجه كان بيبعتها لك, كان بيبعت لك ايه؟ بيقول لي اجي لك الخميس ولا اجي لك اول الاسبوع. اللي هو تمام يعني وعادي ممكن اول الاسبوع ما فيش مشكله. قلت له لا خليك على يوم السبت, انا عندي مؤتمر في اسكندريه. وعلى فكره والله كان عندي مؤتمر في اسكندريه وجاي السبت الصبح. غيرت كل حاجه ورجعت يوم الجمعه الساعه 9 كنت في القاهره او الساعه 10 بالليل, و9 ونص كنت بكلم الدكتوره غاده عشان ابدا ارتب له ان احنا نتقابل يوم الاربعاء في المستشفى وارتب الناس كلها نتجمع عشان هنكون كملنا 40 يوم او 45 يوم. فعارف حضرتك تحليل جيني اتعمل, رنين مغناطيسي اتعمل, قسطره اتعملت, بياخد كل العلاجات اللي مكتوبه في التوصيات العالميه اخر حاجه. لكن في الاخر بتيجي تقف وقفه كده اهوت. اصل دي انا بوقف الوقفه دي كتير, كلنا انا وزمايلي. يبقى عندك عيانك وتعمل له كل حاجه وفجاه بتلاقيه مات فجاه, بس بتيجي في الاخر هي اراده ربنا. طبعا طبعا. دكتور احمد شرفت ونورت, بشكرك طبعا على اهتمامك العظيم باحمد رفعت انت وكل دكاتره المحترمين اللي كانوا موجودين في الاشراف على علاج احمد رفعت. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرك دكتور احمد. بالتاكيد في ختام حلقتنا تعازينا لاسره احمد رفعت, يعني ربنا يرحمه باذن الله ان شاء الله يكتب له الجنه. اشوفكم يا رب على الف خير.